مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. في هذه الحلقة غادي نسلطوا الضوء على التقاعد واللي الإصلاح ديالو ما عرف حتى شي جديد من سنة 2016 إلى حدود نهاية سنة 2023، وكان أبرز ما جاء في آخر إصلاح رفع سن التقاعد الخاص بالمعاشات المدنية ل 63 سنة، سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، وبالتالي في الموظف في القطاع العام أو الأجير في القطاع الخاص مجرد وصوله ل 63 سنة كيكون ملزم بمغادرة العمل ديالو وانتظار تعويض شهري من الصناديق الخاصة بالتقاعد. وهذا التعويض اللي كيثير نقاش في صفوف الفئة اللي عندها علاقة بالتقاعد، خاصة إلى عرفنا بحسب معطيات رسمية بأن راتب متقاعد واحد اليوم كيدفعوه زوج الموظفين، بعد ما كان 14 موظف كيدفعوا راتب متقاعد واحد في سنة 1980. موظف أو أستاذ اللي كيتقاضى حالياً ب7000 درهم أو في التقاعد أنه يأخذ ب5000 درهم، من هنا ل40 سنة ف5000 درهم لا تساوي شيئاً. أنا كسالاريي في القطاع الخاص فان سالير ديال 4200 اللي غادي يولي يجيك فأموان ماشي هو داكشي اللي كتاخد دابا ويلا يلا كي كتكافى به. كنبقاو خدامين وعينا مغمضين، فانا يعقل انا انسان مثلا كان خدام وكيبغي واحد المبلغ ديال 30000 درهم تكيصدق ياخذ 4200 درهم. لان المتقاعد يعيش في زمان الغلاء، لا يعقل ان تبقى المعاش ديالو هزيل والاثمنه ترتفع، اذا كيفاش غادي يعيش هذا المتقاعد؟ واحد الفتره كان النظام في واحد الوضعيه ماليه مريحه، مثلا في الثمانينات كان 14 نشيط تيمول معاش متقاعد واحد، حاليا هذه النسبه وصلت لجوج، يعني جوج نشيطين تيمولوا متقاعد واحد. وملي شديت التقاعد ديالي وداك الشيء خممت انا في هذا باش نعاون به شويه، نعاون به شويه المسائل الماديه عندي وداك باش نأميلوري شويه السيتياسيون ديالي، لان اللي خرجتي التقاعد وانت ما عندك حرفه، ما عندك والو باش غتعيش. دونك الواحد خصو يوجد هذيك التقاعد ديالو، هذيك المرحله ديال الحياه خصو يوجدها باش يعيشها كيف بغى. خص اي واحد يكون عنده هذا الهاجس ديال كيفاش غادي نعيش من بعد ما نوصل للتقاعد. التقاعد هو مرحله كتنتظر الموظفين في القطاع العام والاجراء في القطاع الخاص، والتفكير فيه والاستعداد ليه كيوحد غالبيه هذه الفئه، والسبب هو الرغبه ديالهم تجاوز الاعتماد فقط على المعاش اللي كيعرفوا باللي يقدر ما يحققش لهم نفس المستوى اللي كيعيشوه خلال المسيره المهنيه. فكيفاش كيشوفوا الموظفين في القطاع العام والاجراء في القطاع الخاص هذه المرحله، وكيفاش كيستعدوا لها، وشنا هي تبعات عدم التخطيط مسبقا للاحاله على التقاعد والاعتماد فقط على المعاش كمدخول وحيد؟ التقاعد بين الجدل والامل، موضوع حلقة اليوم. الخوف من المستقبل هاجس عدد من الموظفين في القطاع العام كيفما الأجراء في القطاع الخاص، والسبب هو ارتفاع الأسعار اللي تسبب في غلاء المعيشة واللي كيقابلوا ثبات الرواتب الشهرية للمتقاعدين حالياً، وهذا الأمر هو اللي كينتظر المشتغلين سواء في القطاع العام أو الخاص بعد التقاعد. وباش نقربوكم من هذا الأمر، ما تلاقيناش حالة واحدة وماشي زوج وماشي ثلاثة، بل تلاقينا حالات مختلفة من موظفين وأجراء في القطاع الخاص مازال كيشتغلوا وآخرين تقاعدوا، والقصص ديالهم كلها كيوحدها أمر واحد واللي هو الخوف من المستقبل. هاد الشاب في الثلاثينات من العمر ديالو كيشتغل أستاذ ديال مادة الاقتصاد في ثانوية، يعني في مدرسة عمومية. بونجور tout le monde. Donc on enchaîne, on continue avec notre chapitre que nous avons déjà entamé, à savoir les agrégats de la comptabilité nationale et plus précisément le calcul du PIB. هاد الأستاذ كيزاول مهنة التدريس، والتقاعد ديالو غادي يكون في سنة 2048، أي من بعد 25 سنة من الآن. وهنا سولناه
على كيفاش كينظر لنفسه ومن خلاله الفئات الأساتذة بعد الوصول لسن التقاعد. إلا خدينا واحد الموظف أو أستاذ اللي كيتقاضى حاليا قدر نقوله إحنا ما بين 5000 أو 6000 أو ربما يخرج ب7000 درهم، وتنعرفوا بأن هذه 7000 درهم هذه أنه في التقاعد أنه يأخذ قل منها، نقدروا نعتبره مثلا يخرج ب5000 درهم. ف5000 درهم كما قلنا من هنا ل40 سنة ف5000 درهم لا تساوي شيئا، وبالتالي بأنه ما غاداش تمكنوا أنه يعيش يعني حياة اللي هي عادية جدا، بل ما نقولوا حياة يعني متوسطة. وبالتالي ف5000 درهم هي غير كافية اليوم، فكيف أنها غتكون كافية؟ وهذا مشكل، ومشكل كبير بزاف. مخاطبنا هو واحد من بين 566 ألف موظف في قطاع التعليم، واللي كيشكلوا أكثر من نصف الموظفين الممارسين حاليا في القطاع العام، واللي كيبلغ العدد ديالهم حسب آخر تقرير للصندوق المغربي للتقاعد حوالي 1,080,000 موظف. اليوم هو كيشتغل لكن عنده تخوف من المستقبل. Le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées. Très bien. Plus voilà, plus impôt sur les produits, d'accord, net, voilà. وهنا سولنا هذا الأستاذ بالقطاع العام على كيفاش الموظفين كيعرفوا قيمة المعاش اللي غادي يشدوه بعد التقاعد. مثلا إلى اشتغلتي حسب النظام القديم إلى يعني قبل الإصلاح قبل 2016، إلى اشتغلتي مثلا 40 سنة فكناخذوا 2.5% تنضربوها في 40 كتعطيك 100%، بمعنى أنك تخرج في 100% وبالصالير ديال آخر صالير خديتي. من بعد 2016 الإصلاح اللي جات به الحكومة أن هذه النسبة نزلت 2%، كيعني أنه إلا غتخرج ب2% فقط وبمعدل ديال الأجرة ديال آخر 8 سنوات، يعني ما كتخرجش بالصالير ديال آخر عام، كتخرج فقط بلا موين أو بمعدل ديال الأجر ديال 8 سنوات، وهذا اللي غيعطينا بطبيعة الحال واحد المعاش اللي هو أقل بكثير من الصالير اللي كان أو من الأجرة اللي كان كيتقاضاها الموظف خلال الفترة اللي كان ناشط فيها. من بعد إصلاح نظام التقاعد اللي جرى في سنة 2016، الموظفين غادي يتقاضاو معدلات أقل من الرواتب اللي كيتقاضاوها، وهو أمر كيبعث لهم على الخوف من المستقبل. نفس الأمر كيتقاسموا الأجراء في القطاع الخاص، بحيث أن هذه الفئة بإمكانها تعرف قيمة المعاش اللي غادي تأخذها بعد الإحالة ديالها على التقاعد. المهدي واحد من هذه الفئة اللي كتشتغل في القطاع الخاص. هذا الشاب كيتقاضى مقابل العمل اللي كيقوم به أجر كيزيد على 20,000 درهم في الشهر، فكيفاش كينظر للمستقبل بعد التقاعد؟ فأنا كسالاري في القطاع الخاص، على الرغم ان السالير كيكون مرتفع واحد شويه بارابور لوتر امبلوا، فكنلقى صعوبه في انك تكمل الشهر وانك تلبي كاع الطلبات اللي عندك اون طون كو ان بير دو فواي ولا اب دي العائله. وكنشوف ان من بعد في الفتره ديال التقاعد فغادي يكون صعيب عليك بزاف انك توفر داكشي اللي كان متوفر لك وانت خدام. فان سالير ديال 4200 اللي غادي يولي يجيك ف بار موا راه ماشي هو داكشي اللي كتاخذ دابا، ويلا كي كتكافى به. هذا النموذج هو واحد من 3.6 مليون اجير في القطاع الخاص اللي مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو على علم مسبق بقيمه المعاش اللي غادي يحصل عليه بعد التقاعد، اي من بعد 23 سنة من الآن. وأكثر مبلغ يقدر يحصل عليه هذا الشخص كمعاش محدد في 4200 درهم، اعتمادا على سقف الأجر اللي معتمد عليه لتحديد التعويض عن التقاعد، والمقدر في 6000 درهم في مدة ديال 8 سنين الأخيرة من المدة اللي غادي يشتغلها قبل الإحالة على التقاعد. يعني رغم أن هذا الشخص كيتقاضى أجر كيفوق 20,000 درهم، إلا أن مبلغ المعاش اللي غادي يحصل عليه بعد التقاعد ما غاديش يتجاوز 4,200 درهم. فواش هاد المعاش غادي يكون كافي في المستقبل بالنسبة لهاد الشخص؟
avec ce qui se passe là-bas, خاصك ضروري تبقى خدام حتى واخا تاخذ التقاعد ديالك. خاصك تكون عندك واحد الدخل اللي يقدر يبقى معك في فترة ديال التقاعد. مي حسب داك التقاعد اللي غادي تاخذ من ابري لاج ديال 65 عام، ما غاديش يقدك. راه مازال عندك وليدات، غادي يكون مزيان، مازال جاي قرايه، مازال جاي شحال من حاجه، فغادي يكون صعيب عليك انك تلبي الطلبات ديالهم بهذاك السالير اللي غادي يبقى يجيك. دونك هذا المثال هذا ديال الخدمه الصغرى الكبري ما بقاش خدام، وكنشوف ان جميع الشباب دابا خصهم يبداو يخدموا على هذه القضيه هذه، يحاول يدير شي حاجه باش يبقى خدام عليه ابخي التقاعد ديالو ان شاء الله. هذا النموذج كيتقاضى اجر شهري كيزيد على 20,000 درهم، وكيمثل نسبه 7% من مجموع المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت اللي كتوصل نسبة الأجراء اللي كيتقاضاو أقل من 2800 درهم في الشهر 43% بحسب معطيات صادرة في سنة 2021. وهنا سولنا على شنو هي الأمور اللي كتخلي الخوف من المستقبل بعد التقاعد يسيطر على المشتغلين بالقطاع الخاص. كتخلص التقاعد ديال على لاج ديال 65 عام بحال هكاك، راه مازال عندك واحد ليسبيرونس دو في لي تقدر تبقى حتى ل 80 ولا 90 عام. فهذه 80 ولا 90 عام ميمكنش لك غادي توصل ليها بهذاك المدخول اللي كيوصلك من الصندوق الوطني ديال التقاعد. دونك ضروري خص الواحد يحاول يوجد لهذا الشيء كامل، ويدير حسابه انه غادي يبقى عايش في نفس المستوى اللي كان فيه هو موظف وهو مستخدم. دونك هذا الشيء اللي خص ضروري الانسان يفكر فيه وياخذوا في عين الاعتبار يوميا في الحياه ديالو، ويحاول يوجد ليه بيان سور. هذا الخوف او التخوف من المستقبل من بعد التقاعد كيجي بعد تجربه كيعيشوها اليوم متقاعدين، وعبد الله واحد من هذه الفئه. Très bien. Donc la distance à zéro de 8 c'est 8. Maintenant vous allez me donner la distance à zéro de moins 8. Allez vite. Au signal. 1, 2, 3, levez les tablettes. Très bien, donc la distance à zéro, c'est 8. عبد الله هو أستاذ سابق في القطاع العام، وبعد 38 سنة بعد التقاعد في سنة 2020 قرر العمل جديد في مدرسة محسوبة على القطاع الخاص. فشنو اللي خلاه يرجع للعمل بعد الإحالة ديالو على التقاعد؟ سنة 2020 تقاعد تقاعد كامل، ماشي تقاعد نسبي. وطبعا من بعد هذا التقاعد هذا أشنو قلت مع راسي؟ قلت يا إما ميت يعني من الموتى المتقاعدين ومشي نجلس في الدار وغادي نزيد نمرض. والحمد لله أنا خرجت بصحة جيدة الحمد لله والشكر لله، ولكن بقى داك الشغف ديالي الحب للمهنة أنني بغيت نمشي نعاود داك الشيء اللي عندي نعطي التلميذات في التعليم الخصوصي، لأنني ما بقيتش محسوب على الوظيفة العمومية، وهذا هو اللي جعلني انني نمشي نخدم مع المدرسه الخصوصيه. هذا الاستاذ حالنا على ان الحب ديالو لمهنه التدريس خلاه يلجا للعمل من جديد، ولكن هذا الامر ما كينطبقش على جميع النماذج اللي في حاله. العمل في التعليم الخصوصي بعد التقاعد راه هو من باب الاضطرار، يعني الاساتذه كاين بعض الاساتذه اللي هما مضطرون نظرا لهزاله المعاش ونظرا لغلاء المعيشه ونظرا لان القدره الشرائيه للمتقاعدين بصفه عامه اصبحت في الحضيض. والانسان اللي تيمشي مثلا يخدم في الخصوصي راه ماشي حين تبغى يخدم في الخصوصي، راه مضطر، راه الا ما عندوش مثلا باش يكمل الشهر، عنده مثلا اولاد مازال يزاولون دراستهم، عنده احفاد كيصرف عليهم هو الى اخره، ماشي مش متقاعد صافره ولا بخير على قيرته، هناك عمر ذهبي يعيشه، لا هناك يا أخي معاناة كثيرة جدا. كيف سمعنا أغلب المتقاعدين كيلجؤوا مضطرين للعمل. ألو كيسك اون بو كونكلور ايسي دو نومبر افون
ces deux nombres, elles ont quoi? Oui. Elles ont même distance à zéro. Et de plus, qu'est-ce qu'elles ont? Ne répondez pas tous à la fois. هنا حاولنا نعرفوا شنو اللي كيدفع الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد. لأن المتقاعد يعيش في زمان الغلاء، لا يعقل أن تبقى المعاش ديالو هزيل والأثمنة ترتفع. إذا كيفاش غادي يعيش هذا المتقاعد؟ إذا غادي يضطر، كاين بعض المرات تنشوف أنا والله العظيم متقاعدون وفيهم أمراض مزمنة وتيمشي يخدم. إلا ما خدمش في البريفي تيخدم بالليل، إلا ما خدمش بالليل كيمشي يدير دي زور سوبليمونتير في الديور عند الناس باش يلاه يلاقي واحد مع 30. غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة في ظل ضعف المعاشات واستقرارها كيدفع بعض المتقاعدين للاشتغال في مرحلة التقاعد. وباش نقربوكم أكثر من هذا الأمر تلاقينا زوج ديال النماذج. المسألة ديال التقاعد حاج ينسخ سوج ليه؟ حنا بقينا مغمضين قابلين غير الخدمة هادي تقعدنا من الإنسان يقرب على هادي زود غوصوص خوخوف باش يمكن بحقها بحقها ما يعوش على التقاعد. هاد زوج ديال النماذج كانوا كيحصلوا على أجور مرتفعة في شركة متعددة الجنسيات وكانوا كيعيشوا ظروف مادية مريحة، لكن من بعد التقاعد تفاجؤوا بواقع جديد. المؤسف أن التقاعد ما عندناش يتقف عليه، كنبقاو خدامين وعينا مغمضين حتى نهار كنحق سميتو التقاعد بحال هكا يدفعوك يلاه سير بحال كتتفاجئ بزاف ديال الحوايج. كنتي خدام كتبغي واحد مبلغ وعندك واحد اون اكتيفيتي وعندك واحد النشاط، حتى كتصدق كتشد جوج فرانك ما كيقدوكش، كتعود تاني قهوه كتقعد فيها ما كتبقاش تقعد فيها لان البصر في كثيره، يعني حنايا وتلها تلها. يعقل أن إنسان مثلا كان خدام وكيبغي واحد المبلغ ديال 30,000 درهم حتى كيصدق ياخذ 4200 درهم. حنا عارفين بأن مثلا كاين داك البلافون ديال القطاع هو 600 درهم، وأضعف إيمان كان ياخذ عاد 600 درهم بعدا. هذا المتقاعد كان كيتقاضى أجر كيزيد على 30,000 درهم في الشهر، وبعد التقاعد صبح كيتوصل براتب 4200 درهم شهريا بعد 40 سنة من الاشتغال في شركة متعددة الجنسيات. وكيرجع السبب الغياب ثقافة التقاعد بالنسبة لي فترة الاشتغال. درت 40 عام، أنا درت 40 عام قد الشهر، راه ما سهلش، راه حياة كل أعطيناها للشركة. ونفس الحال كيعيش حتى هذا الشخص. وهنا سولناه على كيفاش كيعيش اليوم بعد الإحالة على التقاعد. ونسى الخدام من غير داك الصالير اللي دابا ولا حنا مفروض عندنا اكس، كان عنده دي زاديتيف سوا دي ديبلاسمون سوا دي زير سوبليمونتير سوا دي بريم سوا 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 تو سا سي لافونتاج ديال الدراري تعاون راسك باش تكبر دوك الوليد اكثر وتيفرحوا اكثر المرات تفرح اكثر وانت كذلك. ولكن اش تولي بعد النوبات انت ما راضيش كاع ولادك يعاونوك في الحياه، ما عمرهم عاونوك ملي كانوا صغار، وملي كبروا داكور يبقى في بليزير البارون تيبغيو يضحكوا معاك ويخدموا، ولكن انت ما راضيهاش كنتي ديما لو غرون وليتي لو مويان ولو بيتي، ولكن ما بقيتيش داك كيما كنتي داك مول العصا. عندنا حنا ولات ديك العصا ترست. احساس هاد المتقاعدين بالاستنزاف كيقابلوا ايضا احساسهم بالخوف من المستقبل حتى وهما في مرحله التقاعد، وهو امر كيرجعوه لارتفاع تكاليف الحياه واللي كيقابلوا ثبات في قيمة رواتب التقاعد. شفت كنشد في 2009 أنا ما بقاش كافيني دابا. غازوا شحال كان كيدير في 2009 ب 6 درهم دابا 15 درهم. ماشي كذا. ومواد غذائية راكم عارفينها كيفاش تدخل مالي صاروخي كاع. أنا بديتي للسي محمود كونسيرنو هذيك القضية ديال الزيادة. وهو من الزيادة ملي سير خدام تتزاد دو طون زون طون تتزاد الشركة واحد القضير في السخرية سي لو تريك كومبونساتيف ديال لو كو دو لافي. بار كونتر دابا حنا من خرجنا ودابا عنده 13 عام شحال 13؟ 14 عام. انا عندي 11 عام دخل في 12 عام وانا متقاعد ما تزادناش حتى حاجة. مي لو كو دو لافي اون بو با غاريتي ما نقدروش نحصروا لو كو دو لافي
ولكن ملي كنا خدامين اون سوفيان لهذاك لو كودلافي ما تسمعش لنا ديك الفرق بزاف. هاد الصناديق ديال التقاعد ياخذوا اون كونسيديراسيون والحور اوغمونطاسيون ديال لو تو دو في. صافي تقاعد مرحله حتميه كتنتظر الموظفين في القطاع العام والاجراء في القطاع الخاص على حد سواء، والتفكير فيها ولا هاجس كيتحكم اكثر في النشيطين، بحيث كيبقى الاستعداد لهذه المرحله ضروري لتجنب اي تبعات، خاصه في ظل الحديث عن مواصله مشوار اصلاح انظمه التقاعد في المغرب. ملف التقاعد كيهم فئه كثيره من المجتمع، وفي ظل الجدل الدائر حول اصلاح منظومه التقاعد في المغرب لضمان استمراريتها بالنسبه للموظفين في القطاع العام والاجراء في القطاع الخاص، فهذا الامر يطرح التساؤل حول الاكراهات اللي كتعرفها منظومه التقاعد والاسباب اللي كتستدعي الاصلاح ديالها. فشنو هي هذه الاكراهات وكيفاش يمكن اصلاحها وكيفاش كيجري احتساب قيمه التعويض الشهري اللي غادي يحصلوا عليه الموظفين والاجراء بعد احالتهم على التقاعد؟ لنتابع. العمل في التعليم خصوصي بعد التقاعد راه هو من باب الاضطرار. فرص التقاعد ديال على لاج ديال 65 عام بحال هكاك راه تقدر تبقى حتى ل 80 ولا 90 ما يمكنش غادي توصل ليها بهذاك المدخول اللي كيوصلك من الصندوق الوطني ديال التقاعد. من 40 سنه ف 5000 درهم لا تساوي شيئا، وبالتالي بانه ما غاديش تمكنوا انه يعيش يعني حياه اللي هي عاديه جدا بلا ما نقولوا حياه يعني متوسطه، وبالتالي ف 5000 درهم هي غير كافيه اليوم. المؤسف ان التقاعد ما عندناش ثقافه عليه، كنبقاو خدامين وعينا مغمضين حتى نهار كنحقق سميتو التقاعد بحال كيدفعوك يلا سير فعالك. كتتفاجئ بزاف ديال الحوايج. هذا الشيء اللي سمعنا جاء على لسان اشخاص معنيين بالتقاعد بشكل مباشر، وهما الاشخاص اللي كيتاثروا باي اصلاح كيجري لصناديق التقاعد، وهذا الامر كان دافع باش نتوجهوا للصندوق المغربي للتقاعد، الجهة المكلفة بتدبير تقاعد الموظفين في القطاع العام. والموعد كان مع علي الزاكي رئيس قسم الدراسات والشؤون القانونية. هذه آخر فيرسيون ديال تعيين الدراسة الأكتويرية، راه شتا مزيان، غير خديتي بعين الاعتبار هذوك لي شونجمون التغييرات اللي وقعوا في لي ستاتي لي ليفوليسيون. وصولنا للمكان، صادف هذا الاجتماع، انتظرنا المدة، وهنا سولنا المسؤول بالصندوق المغربي للتقاعد على شنو هو دور هذا الصندوق. الصندوق المغربي للتقاعد هو مؤسسة عمومية تخلقت في الثلاثينات، هي أول مؤسسة ديال التقاعد تخلقت في المغرب، وكان لها المشرع باش تسير أنظمة التقاعد إجبارية ديال نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية، وتتسير كذلك بعض المعاشات لصالح الدولة. صالح الدولة. إذن حاليا تقريبا الصندوق المغربي للتقاعد تغطي في المجمل تقريبا 1 مليون ديال الناشطين، وتأدي معاشات تقريبا 1 مليون ديال المتقاعدين، بما فيهم الأنظمة الأساسية والأنظمة لمسيرة لصالح الدولة. كيف سمعنا؟ هذا الصندوق كيدبر نظام التقاعد للموظفين، وبلغة الأرقام عدد المنخرطين من الموظفين النشيطين كيزيد على 1,079,000 منخرط، في الوقت اللي كيبلغ عدد المتقاعدين أزيد من 942,000 متقاعد، وهذا الأرقام كتعكس الإكراهات اللي كيعرفها تدبير المعاشات المدنية، يعني تقاعد الموظفين في القطاع العام. نظام المعاشات المدنية هو نظام تتمول عن طريق التوزيع. التوزيع اش معنى ديالو؟ أن الناشطين هما اللي تيمولوا المعاشات ديال المتقاعدين. واحد الفترة كان نظام في واحد الوضعية مالية مريحة، مثلا في الثمانينات كان 14 ناشط تيمول معاش متقاعد واحد، إلا أنه مع ارتفاع عدد المتقاعدين واستقرار عدد الناشطين حاليا هذه النسبة وصلت لجوج، يعني جوج ناشطين تيمولوا متقاعد واحد، بالإضافة إلى ذلك أن معدل أمد الحياة للمتقاعدين
تيرتفع. إذن هاد الأنظمة تلقاو مشكل وتيكون واحد الضغط على معدل الاقتطاع. حاليا في نظام معاشات المدنية معدل الاقتطاع وصلنا 28%، وهذه نسبة مرتفعة على الصعيد العالمي. كذلك رفعنا سن الإحالة للتقاعد 63 سنة. إذن الواقع اليوم صبح كيتمثل في أن راتب متقاعد واحد كيدفعوه زوج ديال الموظفين، بعد ما كان في سنة 1980 مختلف بحيث كان 14 موظف كيدفعوا راتب متقاعد واحد. بالنسبة للدراسة اللي درتي ديال نظام تكميلي، تيبان بأنه المنخرطين هاد السنة ارتفعوا. ومن المنتظر مع هاد الإشكالية ديال التقاعد، الناس راه بداو تيوعوا بأهمية زعما الأنظمة التكميلية. إذن يمكن خصنا ندير واحد المجهود باش نبسطوا مصطلحات الناس على أساس باش ما يكونش تخوف، يكون أكثر الاستعداد، لأنه التقاعد راه تيتبنى، ماشي الإنسان يتفاجأ حتى الآخر المسار المهني ديالو ويتفاجأ بواحد المعاش. من الأحسن نعطيه المعلومة الضرورية باش ياخذ القرار مسبقا من أجل تكوين الرصيد التقاعد ديالو اللي تيستجب الرغبات ديالو، لأنه كل واحد عنده انتظارات من المعاش. إذا ما يمكنش الناس كلهم زعما يكونوا في نفس الوضعية، كل واحد خصو يتكيف مع الوضعية المعاشية. كيف ما سمعنا من خلال حديث المسؤول بالصندوق المغربي للتقاعد، فالتوجه المقبل هو إضافة تقاعد تكميلي للموظفين، واللي بدأ قبل مدة اختياري وغادي يصبح مستقبلا إلزامي. فشنو هو هذا الاختيار الجديد وعلاج الحل ديال المشكل المالي ديال نظام المعاشات المدنية؟ بالضرورة غادي مر من الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. حاليا الإصلاح على الصعيد العالمي تعتمد على عدة أنظمة. تيكون واحد نظام أساسي، هذاك النظام الأساسي يسير عن طريق التوزيع، وهذاك النظام الأساسي تتكون مسؤولية جماعية، وهذا النظام تيمكن أنه أصحاب الأجور العليا يتضامنوا مع أصحاب الأجور الدنيا، وكذلك تيوضع واحد المعاشات دنيا لتضمن واحد العيش الكريم لجميع السكان ديال البلاد. النظام الثاني هو نظام تكميلي وتيكون إجباري. هذا النظام يسير عن طريق الرسمالة. الرسمالة أش معنى الرسمالة؟ أنه المعاش تيكون متناسب مع الاقتطاع. كيف سمعنا؟ فلتجاوز الاختلالات والإكراهات اللي كيعرفها نظام التقاعد ديال الموظفين في القطاع العام، كيبرز حل التأسيس لنظام تكميلي إجباري، وفي الوقت اللي هذا النظام مازال اختياري بالنسبة للموظفين في القطاع العام. بغينا نعرفوا عليه أكثر، وتوجهنا عند رئيسة مصلحة الانخراطات وتتبع المسارات الإدارية في الصندوق المغربي للتقاعد. هنا كان من الضروري من سؤال رئيسة مصلحة الانخراطات وتتبع المسارات الإدارية في الصندوق المغربي للتقاعد على شكون اللي معني بنظام التقاعد التكميلي وعلاش هذا الاختيار. الفئة اللي يمكن لها تستفد منه هم المنخرطين في الأنظمة الأساسية اللي كيسيرها الصندوق المغربي للتقاعد، واللي هي نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية. المزايا ديال هذا النظام، أولا هو نظام اللي مرن، بحيث أن كل منخرط يمكن ليه يحدد
مبلغ ديال الاشتراك اللي كيناسبو، إضافة أن المنخرط يمكن له أنه يغير المبلغ الشهري ديال الاشتراكات، أو لأنه يقوم بطلب إيقاف مؤقت الاشتراك مع طبعا الاستمرار في الاستفادة من العملية السنوية ديال تقييم الحقوق التقاعدية المكتسبة، يعني الحقوق التقاعدية التكميلية المكتسبة. التقاعد التكميلي في القطاع العام كيبقى مسؤولية فردية للموظف وحسب القدرة دياله، أي أن كل موظف يقدر يساهم بشكل شهري وحسب الاشتراك اللي بغى في نظام يقدر يحصل به على تقاعد إضافي يقدر يستفيد منه بعد الإحالة على التقاعد، زيادة راتب التقاعد الأساسي اللي غادي يقدمه له الصندوق المغربي للتقاعد. وهنا سولنا على كيفاش كيجري احتساب المعاشات بالاعتماد على هذا النظام التكميلي. إلا بغينا نديرو واحد العملية ديال احتساب تقديري ديال واحد الموظف مثلا أستاذ اللي عنده اشتراك شهري في 300 درهم، واللي بدا انخراط في التقاعد على السن ديال 26 سنة، فمين هيوصل لحد السن مثلا نفترضوا 63 سنة، هاد الموظف هذا هيحصل على واحد التقاعد تكميلي مثلا المده ديال 10 سنوات، في السنه الاولى هيتوصل ب 2797 درهم، ونفترضوا ان هذا الموظف هذا كيستافد من واحد المعاش اساسي اللي في المبلغ ديالو كيناس مثلا 8300 درهم، فعوض ما انه يبقى يتوصل ب 8300 درهم هيولي يتوصل بواحد تقريبا واحد 11000 درهم. وهنا كيبان هذا الفرق هذا اللي داكشي باش قلنا احنا في الاول ان التقاعد التكميلي هو وسيله ديال الادخار تقاعدي كيمكنه من انه يحسن من المستوى ديال المعاش، عوض مثلا انه يخرج بمعاش ديال 7000 درهم كيولي يخرج بواحد المعاش ديال 11000 درهم المده ديال 10 سنوات، اعتبارا انه في الاول اختار واحد الايراد اكيد لمده ديال 10 سنوات. نظام التقاعد التكميلي اختاروا الصندوق المغربي للتقاعد كحل للموظفين بعد ما اصبح الواقع كيتمثل في كون عدد الأجراء النشيطين غادي وكيقلال، وهذه بعض العوامل اللي كتأثر على نظام التقاعد بشكل عام. وهذا الشيء كيتير نقاش حول إصلاح نظام التقاعد. كيفاش كتشوف الوضعية ديالك بعد ما خرجتي للتقاعد؟ بعد ما خرجت للتقاعد كنعيش واحد عيشة عندي هشة بزاف، من الأحسن نكون خلاو لي خدام حتى نموت، لهذا راني في وضعية سيئة جدا جدا. علاش؟ من ناحية المدخول، من ناحية المعيشة في الوسط الاجتماعي والوسط الأسروي ديالي راني. البحث في هذا الأمر كان دافع لزيارة مقر الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة، واللي من بين مهامها الدفاع عن المتقاعدين والحق ديالهم في الحياة. وكيفاش دابا دير باش يمكن لك تغطي الخصائص اللي عندك وكذا؟ انا حاليا دابا كندبر الامور غير مع الاخوان، وهذا بما نلقى شي عمل اخر اللي نساعد به على الدخل اللي كندخل في التقاعد هذا. لي موعد وصولنا لمقر الشبكه، صادف لقاء بين رئيس الشبكه ومجموعه من المتقاعدين، والمناسبه كانت فرصه لسؤال واحد منهم على كيفاش كيعيش مرحلة التقاعد. أنا عاد بديت هاش من نرتاح، أنا عاد بديت، يعني الدراري ديالي هو اللي خصهم يرتاحوا، دابا أنا اللي بديت الخدمة وبديت العمل ديالي وديت هذا، أسوك غير نوصلوا للوليدات في شي حاجة ولا هذا، ولكن الغالب الله ضروري، وخا نكون مريض كاع خا نكون مريض خصني نخدم، لأن الوضعية الاجتماعية ماشي هذيك هشة بزاف كاع، ميزا سونديغام وانا كريب من 300 درهم، 200 درهم زياد الضو والماء والولاد لو اعلم شنو كياكلوا. وانا كيف سمعنا من بعد مشوار العمل كيحصل هذا المتقاعد على راتب قليل بحسب الوصف ديالو، واللي ما كيسمحش ليه بمواجهه ظروف الحياه، الشيء اللي كيخليه مضطر يشتغل من جديد
من بعد ما تحال على التقاعد. حالة صحية متطورة و... صحية واش أنا... واش كت... واش عندك شي مالادي كت... شي مرض كتتبعو؟ مالادي كرونيك ديال ديابيتيك. ديابيتيك. وهنا كان من الضروري ما نسولو رئيس الشبكة على كيفاش كيشوف هذا الوضع. منين تكون 1500 درهم وهو باقي كاري، بمعنى انه ما عندوش منزل ديالو خاص، شوف 30 سنه ما استطاعش يدير منزل خاص به، وهذه قاعده عامه، واحد العدد المواطنين يلا يعيشون على الكيره، زيد عليها الغلاء ديال الماء والضو وكيرتفع، زيد عليها تدهور كذلك الارتفاع ديال الاسعار ديال المواد الغذائيه الاساسيه والواسعه الاستهلاك. هادشي كله كيجعل انه النفقات ديال هاد الاسر ديال المسنين والمتقاعدين غادية وكترتفع، ولكن الأجرة ديال المعاش باقة محدودة وهزيلة جدا. أضف إلى هذا حتى طبقة المتوسطة فيهم اللي كانت شوية هذاك الأجرة ديالها مقبولة نظرا للتضخم وارتفاع الأسعار تينزلت. مخاطبنا حالنا على الخلل اللي كيطبع العلاقة تناسبية بين قيمة المعاش وغلاء المعيشة، والمناسبة كانت فرصة السؤال حول الحلول اللي كيقترحوها في الشبكة لتعديل هذا الوضع. خص ضروري الحكومة تعيد النظر في هذه الأجرة ديال المعاش، على الأقلية نعتبروا هاد الناس راه أداو خدمة للوطن، خدمة في التعليم، خدمة في الصحة، خدمة في قطاعات أخرى أو القطاع الخاص أو الإعلام، ولكن ملي تيخرجوا للتقاعد تيخرجوا بمعاش هزيل، أعتقد هذه ماشي غير مقبولة، لأنه تيخص التكريم ديال هاد الناس، تكريم ديالهم باش يعيشوا حياة كريمة حقيقة بعد ما مشاو أحيلوا على التقاعد، تيخص عند على الأقل يكون مدخول ديالهم أو الأجرة ديال المعاش في المستوى اللي تغطي هاد الحاجيات ديال العيش الكريم. واقع التقاعد في المغرب متشعب، وخطة الإصلاح الهدف من وراءها تصويب بعض الاختلالات وبالتالي ضمان استمرارية حصول المتقاعدين على رواتب بعد التقاعد في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص. في هذا الجزء غادي ناخذكم في رحلة مع بعض المتقاعدين من القطاع العام والقطاع الخاص، واللي كيعبروا على نماذج احتاطت مسبقا لهذه المرحلة الحتمية، ومن الصعوبات اللي تقدر تواجههم في حالة الاعتماد فقط على التعويض الشهري للتقاعد، وبالتالي اختاروا باش تكون مرحلة نهاية الخدمة هي مرحلة الانطلاق في مشاريع خاصة، بدل الإحساس بشعور نهاية صلاحياتهم من بعد الإحالة على التقاعد. لنتابع. التقاعد هو نهاية العمل في القطاع العام أو الخاص، لكن يقدر يكون انطلاقة جديدة لعدد من المتقاعدين في مشاريع خاصة. وهنا ما تلاقيناش حالة وحدة، دوز نهار ديالي هنا بين هاد الأشجار وهادي ومرتاح مع راسي الحمد لله، وكاين شي بركة كتدخل وبخير. وماشي زوج، الحرفة هي كلشي، دابا الحرفة إلى ما غنات كتعيش. بل تلاقينا عدد من الأشخاص اللي اختاروا يرسموا لنفسهم مسارات مختلفة بعد التقاعد. خصنا نزبروا دابا بحال هادي، ما تزبرش لا اللي تزبروا هاد الكبار دابا بحال هاد اللي طالعين بحال هادو. هيا غادي نطلع فيها دابا 6 و 7 نقسم لنا 3. والبدايه غادي تكون مع هذا الشخص اللي كان اطار في القطاع الخاص واللي قرر انه يدير هذا المشروع لزراعه النخيل باش يقدر يعيش حياه على المقاس اللي بغى. باور لا صافي، المهم تصبرونا تسقينا الوقيله، راه واخا ملي ما صبتش ترى خصنا نسقي واحد ضروري الماء ضروري. فكيفاش جات هذه الفكره لهذا المتقاعد؟ أنا كنت إطار بنكي، خدمت بزاف واحد لابيريود، عاود خدمت في شركات كمدير كهذا، وملي شديت التقاعد ديالي وأنا كنت كنعيش واحد المستوى، ملي تيشد بهم هذاك التقاعد اللي تيعطي وراك عارف يكفيكش بالنسبة للبنادم اللي بغى يعيش عيشة مزيانة وداك الشيء، وداك الشيء خممت أنا فهذا باش نعاون به شوية. نحاول بيه شوية المسائل المادية عندي وذلك باش نعملوا لي شوية لسيتياسيون ديالي شو يقاش بلادم ما وما نبقاش برك في الدار، وما باش نقطع أنا هذيك من الخدمات مشي تبرك في القهوة ولا تبرك في الدار دير رجي مولاس الدار ولا هذا. خممت ندير هذي وليس كان جي هنا من الصباح حتى العشية، كان جي بخطرات بكري بخطرات سميتو عندي شي ما نقضي كان نقضي وعد نجي، المهم تندوز النهار ديالي هنا بين هاد الأشجار وهادي ومرتاح مع راسي الحمد لله، وكاين شي بركة كتدخل وبخير. هاد المتقاعد
واللي اليوم صاحب مشروع اشتغل في القطاع الخاص واستعد لمرحلة التقاعد وهو كيشتغل أجير في القطاع الخاص. المهم دابا هذا خصو علم ويتصغر. لا لا دابا غادي نغبروا غادي نحيدوا. زدنا وسولنا على كيفاش كيستافد من المعاش ديالو. انا المعاش كنستافد منه واحد القضيه وهي ديك التغطيه الصحيه مهمه. لأن الله يحفظ لي عنده شي عمليه ولا شي حاجه اللي تسوى الفلوس راه ما تقدش عليها انت ولا حتى لي زاسيرونس ما يقدوش عليها، ولكن لا كي سوسيال كتعاون الناس وكتقري معاهم. باش انا هذه هي المهمه عندي، اما داكشي اللي كيعطيوه ماشي شي حاجه كثيره بالنسبه لواحد اللي كان كيقبض فلوس كثار. ما يمكنش تعاود ثاني ترجع كنتي كتشد واحد الصالير والمعيشه لوليدات مولفين واحد النيفو اللي واحد المستوى ديال المعيشه في شكل وتجي ترجعهم. ما يمكنش ما حتى واحد ما يقبلها. يمكن داكشي يدير لك حتى مشاكل، تقعد غير تسبب لك مشاكل مع الدار. اولا ما كنتيش خدام غتبقى بارك عندهم غيبقى قلتي لي قلت لك هذه، وثانيا المسائل الماديه كتاميليوري باش تبقى بلي معيش في ذاك المستوى اللي كنتي فيه. تجنب المشاكل اللي تقدر تاثر على حياه هذا المتقاعد في مرحله التقاعد كانت حافز ليه لمواصله الاشتغال، وهو امر كيشوف باللي فرضاته التغيرات اللي عرفها المجتمع المغربي. حنا بكري كانوا تنسمعوا خدم الصغري الكبري، هذيك الكلمه اللي تيقولوا يمكن المتجاوزه، لان كثروا المصاريف عند البشر، ولاو الناس كيقريو ولادهم بالفلوس ولا هذا، حتى الدراري ما بقاوش كيعاونوا. انت خصك تعاونوا، حتى هو عنده المصاريف خصو دار خصو هذه. بكري كنا كنسكنوا في دار وحده عائله كبيره، داك الشيء ما بقاش متجاوز. هذاك الشيء علاش بنادم خصو يعمر وقته بشي حاجه اللي فيها المصلحه الماديه والمصلحه للبلاد ولا الناحيه فين ساكن. اما عمل جمعوي اما عمل ولا يديرهم بجوج، يدير عمل جمعوي في شي جمعيه باش يشغل شغلو، ويدير شي عمل اللي يصور فيه شي بركه يعاون به باش يبقى المستوى ديال المعيشه ديالو اللي كانت عنده تبقى بحال هي ولا تنقص هي شويه. هذا النموذج حالنا على ضروره الاستعداد للتقاعد كمشروع حياه، وهو امر اختاره ايضا شخص ثاني اللي كيبلغ اليوم من العمر 83 سنه وحاول يدير مشروع خاص بعد الإحالة ديالو على التقاعد. الحرفة هي كل شيء، الحرفة هي كل شيء. دابا الحرفة إلى ما غنات كتعيش. يا قول له بكري كانوا كيقولوا الصنعة إلى ما غناتك تتزيك. إيه دابا ما بالك الناس خرجوا من ما لقوش ما يبغوا. سولنا هذا المتقاعد وصاحب هذا المشروع على كيفاش جاتو فكرة يدير محل خاص بإصلاح كل ما يتعلق بداخل السيارة من مقاعد او سقف، ويستعد لهذه المرحله. نعاود لك انا قصادي واحد استاذ جي عندي في رمضان قال لي احمد انا خرجت تقاعد. قلت له مزيان. قال لي ما مزيانش. قلت له علاش ما مزيانش؟ قال لي التقاعد هو الاعدام. هذه الكلمه، لان اللي خرجتي بتقاعد وانت ما عندك حرفه ما عندك والو، باش غتعيش؟ كيفاش غدير؟ خاص يكون عندك مهنه باش يلا تقاد الوقت. الا خرجتي تقاعد انت ما عندك والو راه غتعذب، واخا تربح حتى 5000 درهم 6000 درهم ما غدير لك والو بالنسبه لهذا الوقت هذه. يا قول له بالنسبه لهذا الوقت هذه غالي، كل شيء غالي دابا. دابا ما تقدر دير طوموبيله، ما تقدر دير موطور، ما تقدر دير حتى حاجه، يلا كتعيش الماكله ديالك. هذا المتقاعد تحال على التقاعد قبل 23 سنه من الان، واستخلص دروس من التجربه ديالو. اسيس شنو قد جيبها لي؟ شنو غدا الجمعه؟ جيبها لي الصبح الصباح. شنو ندير بها؟ جيبها الصباح. ولا عندي واحد طوموبيل غدا الصباح. فكيفاش كيشوف الحياه بعد التقاعد؟ هو اي واحد كيقول لك انا غادي نريح وغادي، ولكن هذيك الريح راه ما عارفهاش هو كيفاش الوضعيه ديالها. من اللي غادي يريح كتجي زوين، نمشي ريح واحد شهر و15 يوم شي يوم كيدي قوت. هذيك الساعات ما كيبقاش هو داك الشيء اللي كان فكر فيه هو الفكر. غيولي خصو الفلوس، شي تيدور الشهر خصو الفلوس، ولا المصاريف قداش شنو هي، ولي تولي انت تولي ثقيل على ولادك ولا مراتك. يعاود يقول لك وسير انت خرج شوف شي خدمه تلاهي فيها ودير فيها، فين غتمشي؟ تمشي تريح في القهوه. أنا كنقول للناس من دابا يمشي الإنسان يدبر على محل يخدم باش يستافد هو، باش ما يبقاش جالس يدور في صناقي. لأن أنا كيضرني راسي هادشي اللي كنشوف هاد الناس دابا كتقول لي، يقول لك
ما كاين ما يدار وحنا ما عندنا ما يدار. كاين ما يدار في الدار المغرب، فيه ما يدار، فيه الخدمه. حسب التجربه ديال هذا الشخص، فالتقاعد هو مشروع حياه كيخص الاستعداد ليه، ولكن ماشي كل شيء كيختار نفس المسار. في مدرسة التعليم الخصوصي تلاقينا شخص آخر اللي اختار مسار مختلف في حياته استعدادا لمرحلة التقاعد. نديرو داك التقرير على النتائج ديال الفرد الأول باش يشوفوا معنا النتائج ديال الوليدات ديالهم، نشوفوا الفروض ديال المراقبة المستمرة. كان الأب فرحانين بالنتائج ديال وليداتهم، الحمد لله كاين تحسن. بغينا نعرفوا مسار هذا الشخص والقرار اللي خداه. سبق لي أنني اشتغلت في الوظيفة العمومية كأستاذ في وزارة التابع لوزارة التربية الوطنية، واشتغلت في الإدارة التربوية مدة 14 سنة. يعني قررت أنني نأخذ التجربة ديال التقاعد النسبي، هو قرار خطير جدا وحاسم وصعيب باش تأخذ هذا القرار هذا، لأن تبقى الموظف العمومي خاصة أنه بقى أمامه تقريبا 12 سنة العمل، تبقى أمامه تطلعات. وخدت القرار أنني نغادر واحد المهنة اللي حبيتها مدة 33 سنة وأنا تنشتغل في قطاع التعليم. خدمت تقريبا واحد 14 سنة في الإدارة التربوية. مخاطبنا كان موظف في قطاع التعليم وقرر يدير التقاعد النسبي ويلتحق بالقطاع الخاص. فشنو هي خصوصية القرار اللي اختاه هذا الموظف السابق؟ التقاعد النسبي فهو مختلف جدا على التقاعد حد السن. هناك اختلاف بالنسبة للتقاعد على حد السن، بمعنى أن المتقاعد يعني أنها مساره المهني والعملي، وبالتالي مفروض أن المتقاعد حد السن أنه يكون واخد احتياطات دياله في الحياة المستقبلية ومحضر واحد مشروع حياتي كيف يدبر يعني المعيش اليومي دياله، سواء بالعمل أو تدبير يعني مرحلة ما بعد التقاعد. بالنسبة للتقاعد النسبي مختلف جدا، لا على الجانب النفسي لا على الجانب، لأن المتقاعد النسبي تقاعد نسبي تكون خرج باقي صغير، باقي قادر على العطاء بعد فترة قليلة جدا ديال العمل ديال 30 عام. التقاعد النسبي تتخرج أنت باقي صغير، تيفتح أمامك يعني آفاق جديدة. كاين اللي مشى لكندا بدا حياة جديدة، كاين اللي مشى لفرنسا بدا تقرا، يعني تيفتح أمامك آفاق جديدة، يعني واحد الحياة جديدة مختلفة جدا في منتصف العمر. في منتصف العمر هذا النموذج قرر يحل نفسه طواعية على التقاعد ويخوض مرحلة جديدة من حياته المهنية. وفي هذه المرحلة العمرية كاينين نماذج ديال الأشخاص كيستعدوا لمرحلة التقاعد بطرق معينة، بحال هذا الشخص وهو إطار في القطاع الخاص، واللي رافقناه في زيارة لمقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، المؤسسة الخاصة اللي كتدبر التقاعد التكميلي للمنخرطين فيها من الأجراء أو الموظفين. وهنا سولنا هذا الشخص على شنو السبب اللي خلاه يجي لهذا الصندوق الخاص. ناخذ غوتخي ديالي على 50 سنه، ومؤخرا سمعت بواحد البرودوي اللي تيخول المغاربه اللي عندهم الحمد لله اون سيتوياسيون مستوى مزيان، يقدر يخلص لي شارج ديالو، عنده سياره ديالو، عنده لي بيان ديالو، وبغى يعيش في ان سيغتان نيفو، ومن بعد لا روتريت يكمل بلو ميم نيفو، تقدر تكوتيزي بلو مونطون اللي بغيتي. دونك ان سيغتان بحال تشري دي بوان، بحال لو سيستيم باغ اكزومبل ديال لا بورس، تشري نقاط، وهذوك النقاط في الاخر ديال العمر ديالك يسون كونفيرتي ل ان مونطون كي فا كومبليتي لا باز ديالك ديال باش تاخذ لو سالير اللي بغيتي انت. يعني تقدر سا بي كومونسي من 100 درهم 200 درهم، سا بي الي جوسكا اون سنتين دو ميليي دو ديرهم. هذا الشخص اختار طواعيه ينخرط في حساب التقاعد التكميلي، وهو امر كيشوف باللي كيبقى حل من الحلول لتجنب المشاكل المستقبليه في مرحله التقاعد. ما بغيتش واحد النهار على لاج دو 50 طون و مون سالير إلي دي 50000 40000 60000 درهم افيك لي كوميسيون كي بي اتيند انكور بلوس، جو مي روتروف افيك ان سالير ديال 5000 درهم ولا 6000 درهم، وماشي لامباكت ديالي بوحدها اللي غادي تسالي، ماشي انا بوحدي جو في سوفخيغ دو سيت دو سيت سيتياسيون، مي اوسي ما فامي مون مورال لي بغا ياخد اون روتريت ديني ويعيش حياه كريمه، يفو يغيفليشيغ تو سويت، ماشي واحسن احسن الا كان صغير، ولا ما كان صغير 25 26 27 انا ندمت على العوامات اللي دازو و جي با كوتيزي بون. الحمد لله على كل الحال جي بي ريكوبيري المجهود ديالي والخدمه ويتو جي بي ريكوبيري، مي ناس اخرين بيتيتر يلو با سيت شونس، دونك جو بريفير كو توت سويت يل ميت توت لي شونس دو سون كوتي بور بوفوار افوار او موين اون ريتريت كي
كي اونور ان ماروكان سي تو مي يمدش يديه لليت لينا على شي واحد كيما تنقولوا ما يمدش يديه واحد اخر. اختيار التقاعد التكميلي كيبقى حل من الحلول المتاحه، بغينا نعرفوا عليه اكثر ورافقنا هذا الشخص لعند المديره التجاريه بالصندوق. بونجور لالا، جو دوموند ا كريي لو سيرفيس كوميرسيال مستقبل انديفيديال. مرحبا سيدي، هما كيتسناوك الفوق. ميرسي بوكو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. صافا لاباس عليكم، كلشي بخير، صحتكم لاباس؟ بخير. بسم الله. باش توصل لهذاك الهدف ديالك يمكن لك يا اما دير واحد الدفعات شهريه وإلا كان ما كافيش ولا الا بغيتي تصغر من الكلفه ديال هذيك الدفعات الشهريه يمكن لك دير واحد الدفعه استثنائيه. دفعه استثنائيه يعني تنحقق مره في العمل تنخلص دقه واحده. داكوغ. هنا طلبنا من هذه المسؤوله تدير لنا عمليه تقديريه لطريقه الانخراط حساب خاص بالتقاعد التكميلي. ناخذ واحد المثال ديال واحد الشخص اللي عنده 25 عام في 2023 كيتقاضى واحد 3000 درهم في الشهر وباغي يشارك في السيمار ب 200 درهم شهريا، غادي نشوفوا شحال غادي تعطي شحال غيكون المعاش ديالو ملي يوصل 60 سنه. اذا في هذا الاطار غادي يكون غادي يتقاضى معاش كيبلغ 1400 درهم شهريا، يعني بواحد المقدار ديال 200 درهم شهريا كيشارك به ابتداء من 25 سنه في 60 عام غادي يقدر يوصل لواحد المعاش ديال 1400 درهم. وقيس على ذلك يعني الا تزاد له في الخلصه ديالو يقدر يطلع هذيك المشاركه ديالو مثلا يزيد يدير مثلا 400 درهم فغادي تولي المعاش ديالو غادي يوصل ل 2800 درهم. واللي مهم يعرف الواحد بان في السيمار يعني هذا المعاش ديال التقاعد كيتزاد كل عام بواحد شي شويه، يعني غادي العام الاول ديالو غادي يكون عنده 2800 ولكن ملي محدو كيتزاد هو كل عام كيتزاد فيه باش يعني يبقى كيتماشى مع نسبه المعاش ديالو. الانخراط في نظام التقاعد التكميلي متاح في هذا الصندوق الخاص وهو مفتوح في وجه الجميع وبالتالي كيضمن على الاقل الاستعداد لمرحله صعيبه. كيف غادي تشرح لنا هذه المسؤوله؟ التقاعد ماشي نهايه، دابا امد الحياه غادي وكيطوال، يعني الواحد راه عندنا شي متقاعدين اللي تبارك الله وصلوا عندي عندهم 100 عام، يعني الواحد يقدر يعيش من بعد هذاك التقاعد ديالهم اللي يخرج في 60 عام يقدر يعيش 10 سنين 15 عام 20 عام حتى ل 40 عام الى بغى سيدي ربي. دونك الواحد خصو يوجد هذيك التقاعد ديالو هذيك المرحله ديال الحياه خصو يوجدها باش يعيشها كيف بغى، يعيشها في طمأنينه وراحه. الى تسنى حتى دار 50 عام ولا حتى قرب للتقاعد عاد بدا يخمم فيها طبيعه الحال غادي تكون غيخرج بشي حاجه اللي غادي ما غاديش يمكنو يعيش ديك الحياه كيف اللي كان فيها، يا اما غادي يدهور مستوى العيش ديالو. خص اي واحد اي شخص يكون عنده هذا الهاجس ديال كيفاش غادي نعيش من بعد ما نوصل للتقاعد ويبدا وهو صغير وقت ما بدا مزيان، ولكن خصو يبدا وهو صغير يبدا يوجد داك التقاعد ديالو باش يبقى مرتاح. التقاعد مشروع حياه والاستعداد للحياه بعد الاحاله عليه كيتطلب استيعاب حجم التحديات اللي كتنتظر الاشخاص النشيطين سواء الموظفين او الاجراء في مرحله عمريه حتميه، وبالتالي مواجهة المستقبل بلا خوف في الفترة اللي كتعرف بالعمر الذهبي. العمر ما كيوقفش، ومع التقدم فيه كيبدا يبان الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص شبح التقاعد. والأكيد أن الحياة بعد نهاية المشوار المهني أي فترة التقاعد كتختلف كثير على الحياة قبل منها، وهذا الشيء كيدفع للتفكير بشكل قبلي والاستعداد لهذه المرحلة. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة.